فكل غرفة بيها واحد. شوفوا السقوف العالية، شوفوا السقوف العالية، شوفوا الغرف أبوابها. هسه هنا مطل على المطبخ، هسه ذاك المطبخ، هاي هول مطل على، لا هذه غرفة نوم عفوا كاتب. شوفوا شوفوا غرف النوم، شوفوا حتى غرفة النوم بيها، حتى غرفة النوم بيها فاير بلايس مالتها، المدفأة مالتها. شوفوا هسه هنا راح ندخل على غرفة ثانية، ها غرفة المنام مالته، باعوا هذا سويت مال ذاك الوقت. غرفة المنام بها حمام، بها حمام، هذا حمام وهذا المنزع مالته، والباب مطل على ذيك الجهة. هسه احنا هنا قدام سويت مال ذاك الوقت، سويت مال ذاك الوقت. شوف التهوية، احنا يم احد التحف داخل بساتين خانقين. شوفوا ننزل بدكشة منها. شكرا، كانت معكم زهرة زينب. تصويرك احنا هسه بعدنا فوق السطح صايون كوبي. شوفوا المنطقة المحيطة منا راح نصور لكم النجمة على شكل حوض، منا راح نصور لكم النجمة على شكل حوض. البيت مساحة البستان 50 دونم، يعتبر واحد من أكبر البساتين، ومثل ما قلنا آخر سنوات في حياته كان ظريف، يعني أصيب بالعمى وكان يدخل إلى سوق خانقين يبكي لأنه مدى يقدر يشوف خانقين. شوفوا شوفوا الجمال، شوفوا القمريات، شوفوا كم الأشجار، يعني هو من ذلك الوقت زارع أشجار وأنواع غريبة، والبستان تحيط به القمريات، يعني لأنه هو مسكن للعائلة، فقمريات بكل مكان منتشرة، كما القمريات، المسبح، النافورات، المعرف شنو، يعني مسويه على شكل جنة جنة. بيه 3000 نخلة، بيه 3000 نخلة. سيها زار داري خرمايها يا إما إستا لسر مالي، يعني لسر سباني هن مالي صايون كوبي. بينجا دونم سهزار داري خرمات 3000 نخلة، أنواع مختلفة من الحمضيات والفاكهة. شوني مليهبو، نافوريهبو.